قلبك ما احلاكي يا خالتي ام رمزي. يا قلبي لا تقدروا قلبي فيكم يعني يا جماعه اذا انا ما بعزمكم لحالكم ما بتجون. لك تقبري قلبي انت بتعرفي انا ما بقدر بقعد بلاكي بنبنو. معقول هالحكي حبيبه قلبي فوزيه؟ بس والله ما عم نطلع برات البيت وبرات البيت ما عم نطلع. هيني سعاد ليش ما عم تحكي الحقيقه؟ ليش شو الحقيقه؟ ما في شيء حبيبه قلبي، بس هي اختي نوال بتحب تمزح. هي قصدها انه يعني مرت عمي ما عم تخليكم تجوا لعندي. ايه امي ما عم تخليني اجي لعندك، واليوم لو ما راحت على بيت اخي ابو عبده ما كنا قدرنا نجي لهون. ايه شو بكي؟ خليني احكي، يعني مو احسن ما المخلوقه تزعل منا؟ يا فوزيه يعني كونك انت مطلقك اخي ابو عبده والله الميمه ما عم تخلينا ندوس بيتك. لك خلصي بقى، شو هالحكي؟ امي بتحبها لفوزيه ولفوزيه امي بتحبها. معلش يا سعاد تركيها تحكي مثل ما بدها، على كل حال انا مرت عمي كثير انا بحبها وهي من حقها انه تخاف عليكم. بس يعني انا شو ذنبي يعني اذا انا اتطلقت يعني بتفوت حالي بالحياه؟ خلصينا فوزيه والله نحن مو جايين لنبكيكي. خلصنا بقى شيلونا من هالسيره. شو الاخبار؟ ايه خالتي ام رمزي قليلي ما عم يجيكي عرسان؟ عرسان ما عم يجيكي؟ انا ما عم يجيني عرسان وحياتك، دايما واقفين تحت الشباك وعم يغنوا لي منيف شباك لمحتك يا جدع. بس رجال الحاره العين تطرقوا ان شاء الله ام كنوا جايين من المريخ. لا واحد بيتحركش بحدا ولا واحد بدق على حدا ولا واحد بيغمس حدا. ايه والله معك حاكم، رجال هالحاره مو شاطرين غير يغربوا وياخذوا من غير حاره، والبنات هون قاعدين عم يستنوا. طيب خالتي ام رمزي شو رايك تعملي لك حركه باتجاه ابو فهمي؟ سمعنا انه هو عم يدور على عروس وعلى عروس عم يدور. ابو فهمي؟ مين ابو فهمي؟ ايه ابو فهمي بيع القماش. يو هذا متجوزته قبل هالمره، شوفي لي واحد غيره تقبريني. علي ابو خفيف لك الله يهدمك يعني اذا ما بشلحك العقيديه. سلام عليك ابو رياح. اهلين سهلين انا اسدي لك على حي ابو رياح. اهلين سهلين شو وين رايح؟ رايح على البيت، العيال عم يستنوني. الله يخلي لك اهل بيتك. الله يحفظك. صحيح شو بدي لك ابو رياح؟ ابنك شلون درسه عن شيخ الكتاب؟ سمعت انه شي شاطر كثير يا اخي. شو شاطر؟ ابن رياح موهوب، عنده موهبه بتقليد الحيوانات كلياتها، يعني اذا قلد الحمار بيطلع حمار رسمي. طالع لابوه خالي. انا ابني اذا بقلد صوت الديك علي الحلال بتطلع الشمس. السلام عليكم. تطلع الشمس تطلع روحك. حبيبتي نحن لازم نمشي لان الدنيا عتمت وعتمت الدنيا. يا تقبروني اقعدوا والله ما بينشبع منكم انتو. ايه بس نحن لازم نرجع يعني مشان الميمة ما تعرف انه اجينا لعندك. بس ابقوا عدوة ها، يعني صعيب انه انا اتطلقت من ابو عبده، بس صدقوني انه انا لساتني بحبه. ايه والله يا فوزية انك احسن وحدة تجوز اخي من بين نسوانه. ايه خلصنا بقى نوال، ما بتخبي شي ببطنك. يلا قومي يلا عيدوها. ها اكيد فوزية اكيد. الله معكم تقبروني. الحين الله معكم تقبروني. الله سلميلي على امك. ايه الله معكم مع السلامه. مع السلامه. الله معك يا روحي فوزية محون اوام. بخاطرك فوزية الله معكم تقبروني. الله معكم مع السلامه. الله يسلمك يا رب.